بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم اليوم درسا في التربية الإسلامية مكون التزكية. موضوع الدرس سورة الجن من الآية 21 إلى الآية 28، الحصتين الأولى والثانية. أهداف الحصتين: الهدف الأول أقرأ الآيات وأرتلها وأحفظها، أتعرف معاني الآيات وأهتدي بقيمها. سنقوم الآن بتسميع هذا الجزء، فلتستمعوا من فضلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. القاعدة التجويدية التي سنركز عليها اليوم هي قاعدة القلقلة، وهي تخص مجموعة من الحروف يتم جمعها في قطب جد، وهذه الحروف إذا وردت ساكنة فإنه يتم قلقلتها. نلاحظ الآن: أدري أدري. أعد: أدري. يجعل يجعل يجعل. الآن مع شرح المفردات: رشد أي نفع، يجيرني ما معناها؟ يعني ينقذني. ملتحد ملجأ. أمد غاية. لا يظهر ما معناها؟ أي لا يطلع. رصد حراسا من الملائكة. الآن الفهم: ما وظيفة الرسول؟ وظيفة الرسول هي تبليغ الرسالة. جيد. وما جزاء من عصاه؟ لقد ورد هنا في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني جزاء العاصي هو نار جهنم. السؤال الموالي: من يعلم ميقات يوم القيامة؟ بطبيعة الحال الله عز وجل هو الذي يعلم ميقات يوم القيامة. الآن أكتسب، ماذا تعلمنا من هذه السورة؟ اختص الله تعالى بعلم الساعة أي يوم القيامة. علم الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل. قل لا يعلم الساعة إلا الله. علم الله تعالى محيط بكل شيء على وجه التفضيل. الله تعالى أحاط بكل شيء علما، والنفع والضر بيد الله وحده، فينبغي ألا يتعلق قلب المؤمن بغير الله،
إذن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أقوم مكتسباتي، من يعلم الغيب؟ هذه الأسئلة نجيب عنها في دفاترنا. نستظهر شفهيا من الآية 23 إلى الآية 25 من سورة الجن مع استطباق قاعدة القلقلة التي وردت في كلمة أدري ويجعل. ممن يحفظ الله تعالى رسله؟ ما جزاء من يعصي الله تعالى؟ أكسب من قوله تعالى قل ندري أقريب إلى الآية 27. أتشبع بالقيم، أؤمن بأن الله تعالى عالم بالغيب لا يطلع عليه أحدا، وأستجير به متوكلا عليه. إذن العلم هو علم الغيب، هو من اختصاص الله عز وجل، ولا يطلع على علمه أحدا، ويجب أن نستجير بالله عز وجل ونتوكل عليه. شكرا على تتبعكم.